شفاه وقد تساقطت عليها قطرات الدموع. الأجراس تدق من بعيد تحمل في دقاتها النبع الفاجع. الملك الجليل هملت الأكبر مات. بحثت عن أمير هملت ابني الصغير كي أذهب معه إلى الدنمارك لأحضر جنازة أبيه، ولكنه سبقني. وعندما وصلت إلى هنا في الدنمارك لم أجد الجنازة ولا مراسيم الحداد، إنما رأيت كلوديوس عم الأمير وقد أصبح ملكا على العرش، وتزوج الملك امرأة أخيه الراحل. من هنا تبدأ المأساة التي انتهت بموت أمير الشاب هملت. ولم يبقى إلا أنا هوراتيو وحيدا ضائعا. علي أن أصحح للناس وأحكي لهم خبر كل الوقائع التي جرت بما فيها من جرائم الشهوة والدم والشذوذ والمذابح العارضة والموت المرسوم بالقدر والقهر. كل هذا أستطيع أن أقصه الآن بالحق.